ايه العقود الرسميه اللي جات لابراهيم عادل، وايه الفلوس اللي طالبينها او المقابل اللي طالبه اداره بيراميدز عشان يخرج ابراهيم عادل لاوروبا؟ بص احنا قلناها برضك من فتره، قلنا له قلنا يعني كان جاي له 3 عروض قبل والبطوله شغاله. كان في عرض من تركيا، وفي عرض من بلجيكا، وحاليا في عرض اسباني بس مش المريا، لان بعض الناس قالوا في عرض من المريا وبتاع، او في ناس بداوا يعني يسوقوا ابراهيم ان هو يروح الدوري الاسباني ويلعب في المريا والكلام ده. هو في عرض فعلا جاي من اسبانيا بس مش من المريا. ابراهيم وصل له لغايه النهارده 5 عروض. يعني ابراهيم عادل احسن لاعب في افريقيا في تحت 23 سنه، ويستحق. والحقيقه يعني كان بيلعب المغرب امبارح يعني ثلاث اربع لعيبه، ثلاث اربع لعيبه معاه. 5 عروض خمس رسميه عروض. جاله 5 عروض منهم اسبانيا وتركيا، وكان قبل كده العرض كان في عرض برتغالي قبل انتقالات يناير. هو عنده 5 عروض دلوقتي. بيراميدز محددين مبلغ لا يقل عن 3.5 مليون دولار لبيع ابراهيم عادل. يعني اي نادي عايز يشتري ابراهيم عادل 3.5 مليون دولار مع نسبه اعاده بيع. هو ده اللي بيحصل في كل حته طبعا، ونسبه اعاده البيع مع ابراهيم عادل ممكن توصل ل 20 و25% والله. لصالح نادي بيراميدز، مش هتبقى 10% او مش او هتقل 15 حتى. مش هتقل عن 20 او 25%. وشايف ان ده لو بيراميدز يعني عمل حاجه زي دي مع ابراهيم عادل، انت عندك رمضان صبحي في مكانه، عندك سيف، عندك يوسف اسامه نبيه برضو ممكن يلعب نفس المكان. عندك اكتر من لعيب يقدروا دلوقتي يغطوا مكان ابراهيم عادل. فانت اعتقد انت لو بعته ب 3.5 مليون دولار يعني ما يعادل 120 مليون جنيه، فانت طبعا هيفرقوا طبعا مع بيراميدز الفتره اللي جايه. عنده لعيبه كتير جدا شفناهم في المنتخب الاولمبي، محمود صابر طبعا عنده اكتر من لعيب موجود في المنتخبات. لا معاهم قائمه محترمه، معاهم قائمه محترمه ولعيبه صغيره واعده طالعه. يعني عنده 3 أو 4 لعيبه غير الصفقات اللي هو عملها، غير الصفقات اللي لسه بيعملها في الفتره اللي جايه. بيقولوا بيجيبوه جامد قوي بيراميدز، مهاجم كونغولي باين. بصوا يعني شاطرين في الحته دي يعني. فخر يعني هو بيجيبوا مختلفين ماشي. كويسين. فخر لقاي وفخر بن يوسف اللي تمشي انتهى. فخر لقاي هيمشوه. لكن هو في على فكره لعيب كويس، لعيب كويس بس برضه بس مش موفق. يوسف الزمالك بيفوضه، الزمالك دخل في فخر الدين بن يوسف، دخل في الموضوع. هو كان في دخل، هو كان في يناير. لكن انت هتتم في فلوس وفي المقابل المادي وتخلص ولا لا؟ المشكله ان في الزمالك بتبتدي تفاوض وفي الاخر ما بتاخدش خطوه جديه، فاللعب كتير. هو خلي بالك فخر بن يوسف كان في يناير، كان رايح للزمالك او المصري والله، بس المفاوضات ما كملتش لغايه الاخر. يعني كان بيعرض نفسه وكان هيروح الزمالك فري، وكان ساعتها بيراميدز كانوا هيتعاقدوا مع لاعب مهاجم اجنبي، فكانوا عايزين طبعا يمشوا مهاجم وقتها، فكان فخر بن يوسف. لكن الصفقه ما تمتش، ففخر كمل معاهم لغايه اخر السيزون ده وهيمشي. تاني حاجه برضو مصطفى فتحي. مهم مصطفى فتحي. بص يعني ان انا اقول مصطفى فتحي، هو اعارته كده بتنتهي مع نهايه الموسم من التعاون السعودي. من التعاون السعودي تمام. في شرط ان هو لو هيجدد التعاقد او يجدد الاعاره، مبلغ كام بقى؟ كام؟ مليون دولار. مليون دولار لصالح نادي التعاون. بيراميدز هيدفع، بس بيراميدز بيماطل ان هو لا انا مش عايز مصطفى، خلاص لو عايز تاخده خده وبتاع. والتعاون مش عايز يعني مع احترامي التعاون مش عايز مصطفى قوي، مش متمسك بمصطفى قوي. فبيراميدز بيماطل اللي هو على اساس ان هو بدل ما يدفع المليون، الله ينور، بدل ما يدفع المليون دولار يدفع 600 بس. كابتن هاني سعيد معانا هنا في مداخله من كام يوم قال ان احنا متمسكين بتفعيل بند الشراء في عقد هيشتروه، بس مش بالمبلغ ده. مش يعني هم متمسكين يعني انا بقول لك ان هم بيعملوه اللي هو مماطله، اللي هو يخلي السعر يقلل سعر 600 او 600 الف دولار مثلا او 500 الف دولار. لكن مصطفى فتحي لعيب من اللعيبه اللي طبعا مميزه جدا في بيراميدز. لكن كله بيقول لك ان هو يعني مماطله من المسؤولين في نادي بيراميدز ان هم ياخدوا مصطفى باقل الاسعار.